لكن مشوارها مع العلاج والعمليات ما خلص، وكان لازم أنها تظل تحت مراقبة فريق طبي، وهي كمان تلتزم بجدول العلاج. وأكيد طول الفترة دي أهلها وأصحابها كانوا جنبها بيدعموها معنويا عشان تتغلب على الوضع الصعب اللي كانت فيه. كنت محاطة بكمية من الحب والدعم بطريقة ما بحياتي تخيلتها أبدا، يعني حتى أنا كنت أسأل حالي أنه عن جد في ناس بتحبني هيك. دعم كبير ما ترك قدامي أي خيار غير أني أتعافى وأرجع قوية. إذا ما كنت قوية للناس اللي بتحبني لمين بدي يكون قوية؟ وإذا هالناس يعني حاطة أملها فيني أنه أنا أقدر أطلع من هالأزمة هالمحنة، أنا لازم أكون قد هالشي. وبقي رحيل جوس هو أكثر شي بيألمني لليوم. أهلي ما خبروني إنه سائق توفى، لأنه ما كانوا بدهم ياني إني أتأثر أو إنه يأثر الخبر علي، فقالوا لي إنه هو بالعناية المشددة حدك، وهو كمان بغيبوبة والحمد لله منيح. فأنا ضليتني أول شهرين مفكرة إنه جوس كان عايش. خبر وفاته كان صعب علي وخلاني أوفي بالوعد يلي وعدته فيه. قبل الحادث بيمكن أسبوع كان عم بيخبرني عن مدينته كيرلا، قديش كيرلا بالهند حلوة، طبيعتها حلوة، وأنه لازم تروحي ولازم تزوريها، وقال لي أنه أنا أنه بتمنى أنه بس تزوري كيرلا كون أنا موجود. فقلت له خلص أوكي I promise. قال لي you promise؟ قلت له I promise. وبعد 8 شهور وفيت بوعدي، ولكن مع الأسف جوس ما كان موجود. ونزلت على الهند، وصلت لعندهم على البيت، أول ما شفتني مرته صارت تبكي. صارت تبكي لأنه تقلي أنه أنت آخر وحدي كنتي معه، أنت آخر شخص شافه، أنت آخر شخص سمع صوته. فأنا ما يعني أنا أول مرة بكون بهيك موقف أو بنحط بهيك موقف، ما عرفت شو بدي أتصرف، شو بدي أحكي، شو كيف بدي هديها، كيف بدي خفف عنها. وقت عرفت أنه بهيك موقف ما في شيء ممكن يخفف عن الشخص حزنه إلا أنه يمضي بحياته ويكمل مشوار بدأه للنهاية. كنت عارفي أني أرجع على إيتي بالعربي، يعني كانت شيء بالنسبة لي موجود وأنا عم بمشي توصل. ما فيك تقتنع بشيء إذا أنت مش مآمن فيه، فأنا كان عندي إيمان 100% أنه أنا لو بده يصير معي شيء جراء هذا الحادث كنت متت. فما كان بالنسبة لي أبداً هو حلم أو يمكن أو توقعات، أبداً 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 كان بالنسبة لي هدف، وصار يعني صار بعد سنة وشهر وكم أسبوع صار. شاهد احنا كنا قلنا من سنة ان انت مكانك هيفضل مستنيكي لحد ما ترجعي، وديك رجعت لنا بألف سلامة. عايز اقول لك الحمد لله على السلامة ومنورة كرسيكي. الحمد لله على السلامة شاهد. الحمد لله انه شاد مش بس بصحه جيده، كمان معنويه عاليه جدا. اكيد دائما ايه دائما، فبرافو عن جد. انا بدي اقول لكم انه انا كثير كثير مبسوطه، مش بس لاني رجعت على الشغل ورجعت على الشاشه وعلى ايتي بالعربي، بس انا كمان مبسوطه كثير لاني انا رجعت للحياه. ويمكن احنا ما بنحس بقيمه الشيء الا بعد ما نحس انه احنا بدنا نخسره. رجعت بين اهلي وناسي والحمد لله يا رب على كل شيء، هذا الاهم. الحمد لله. شاهد احنا شفنا من شوي انه حكيتي عن تجربه صعبه وطويله، لكن كان في جزء مختصر. شو التفاصيل يمكن اللي بعد ما حكيتي عنها؟ يعني كثير صعب انه نحن او اي شخص انه يلخص تجربه. ما بدي اقول معاناه لانه ما كانت معاناه، بالعكس كانت تجربه قاسيه بس كثير حلوه. فما فينا نلخصها هي، ما فينا نلخص سنه كامله بكم جمله او كم مقابله يعني. بس حاسه انه اللي حصل من ورا السنه دي كلها نفعك وزاد من كل حاجة في حياتك يعني. ما فيش يعني اللي ما بيقتلك عن جد بيقويك، وما ممكن يكسرك حتى. وبعتقد انه الشخص نفسه هو يلي بيختار انه اذا عن جد رح يستسلم او يخلي هالشي يسيطر على حياته، او انه لا طب انا صار معي هيك وهذا الواقع، فانا هلا شو بدي اعمل، كيف بدي اتصرف تأرجع انا. وبعدين في شغلة كثير كثير مهمة انا يعني بحياتي، واللي بدي أقوله اليوم إنه أنا بدي أقول شكراً من كل قلبي لكل شخص وقف معي بصدق بمحبة، لكل شخص ذكرني بدعائه، لكل شخص صلالي ضوالي شمعة. يعني أنا
بقولوا الله لطف، ويمكن الله لطف فيني أنا من محبة هالناس يلي عن جد أنا ما كنت متخيلتها أبداً. فالحمد لله، وهول الناس من بعد ربنا يلي أنا دايماً طول حياتي مديني لألون ولمحبتهم، والحمد لله يعني الحمد لله. عفواً يا شادي، ما فيهاش حاجة اليوم ونورانا أكيد.